يعني اتصالات كثير على موضوع كريستيانو رونالدو وتصريحاته الأخيرة على نادي مانشستر يونايتد والذي عم يصير بالنادي وعلى مشكلته مع النادي. أول شيء أنا حابب أقول لكم أنا كثير من معجبين كريستيانو رونالدو كنت، فأنا برأيي هو غلط كثير بهذا التصريح بهذا الوقت تحديدا. فمفترض هو كمحب لليونايتد ومحب للنادي كما يدعي يكون فرحان حتى لو ما لعب. أما البحث عن الأمجاد الشخصية بهي الطريقة الجشعة أنا برأيي زودها زيادة. حلو الواحد يكون طموح، بس يعني ما شاء الله حولك مستر كريستيانو، يعني ما خليت لحد شيء. أنا لغيت متابعته فعلا وكثير طلع من قلبي بعد هذه التصريحات، مو بوقتها أبداً.